علشان ترسم وترسمي موج بحر قوي بطريقة عبقرية، محتاج بس من حضراتكم خطين اتنين فقط، خطين اتنين فقط، ايوه خطين اتنين فقط، هنرسم بيهم اي موجة بحر كبيرة وعالية ومرتفعة. ازاي؟ شايف حضرتك الخط الاول المائل والخط التاني المائل اللي رايح يتقاطع معاه ده؟ ايوه هم دول. امال ايه الخط العدل؟ الخط العدل ده خط الافق، ملناش دعوة بيه. اما الخطين التانيين دول هم دول اللي هنرسم بيهم موجة بحر مرتفعة جدا وقوية وجميلة. ازاي؟ بعد ما حضرتك بترسم الخطين دول واسعين من جنب وضيقين من جنب بالشكل ده، على الخط اللي فوقه بنبدأ نعمل قمم وارتفاع الموجة. طيب امال ايه الاجزاء اللي انا بظللها دي؟ الجزء اللي انا بظلله ده لما الموجة بترتفع وتبدأ تلف للأمام، ده ظهر الموجة، ظهر الموجة. والخط اللي أنا برسمه قدام حضرتك ده، اندفاع الماء من أعلى لأسفل لما بتكون الموجة بتلف. أما الخطوط اللي هي برسمها حاليا وبلف بإيدي كده من أعلى لأسفل، ده جسم الموجة نفسه، ده جسم الموجة نفسه. الجزء المرتفع الشفاف هو اللي انا فيه حاليا من جهة اليسار. يبقى باختصار شديد بخطين اتنين، مش بخطوتين اتنين، لا بخطين اتنين نقدر نرسم اي موج بحر. تمام، تعالوا بقى نبدأ في المرحلة الاصعب وهي مرحلة التلوين. محتاج اللون الاصفر الجملي، عد معايا، محتاج اللون الاصفر الكناري، محتاج اللون البنفسجي او الموف، محتاج اللون البني، محتاج اللون الفوشيا، محتاج اللون البرتقالي. ايه يا عم كل ده؟ ايوه كل مجموعة الالوان دي حضرتك بترميها بالشكل ده وبتوزعها بالشكل ده، واقول لك ازاي هنعمل موجة بحر جميلة جدا وقوية جدا وقت الغروب. طبعا في هذا الفيديو استفادة من شقين اتنين. الشق الاول ان انا اقدر ارسم منظر غروب رائع وبطريقة سهلة جدا، والشق الثاني هو طريقة رسم موجة البحر في حد ذاتها. وتعالوا مع بعض نبدأ في التفاصيل وخليكم معايا. قبل ما نتكلم في اي شيء ان شاء الله تعالى، بطلب من حضراتكم كالعادة نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم ايضا وضع لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة زورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. هلخص لحضراتكم مرحلة الالوان لما بدأنا. طبعا مجموعة الالوان دي بنفرشها بهذه الطريقة. امال ايه اللي بعد كده عملته يا فنان؟ بعد ما رمينا الالوان بنبدأ ندمج الالوان دي عن طريق اللون الاصفر زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا فرشتين، فرشة بترمي لون وفرشة بتدمج بيها الالوان. الفرشة اللي في الايدي الشمال دي بترمي لون اصفر زي ما حضرتك شايف اهو، والفرشة التانية بتدخل كده تدمج الالوان في بعضها. دي فرشة برمي بها اللون، اما الفرشة دي بدمج بها اللون، خدت بالك؟ فركز في مراحل الشغل وازاي بنعمل دمج للالوان بطريقة سهلة جدا. طبعا على اليمين فيه الباليتا، وفي من فوق كده في الحرف من على اليمين من فوق فيه كاسة صغيرة او كوب ماء صغير باخد منه من وقت لاخر نقطة مية كده على الفرشة علشان تساعد معايا في دمج الالوان. بعد ما بنوزع ونعمل دمج الالوان كلها كده، بنبدأ بقى نشكل الموجة نشكل السحابة بتاعتنا باللون البرتقالي وحوالين قرص الشمس. وطبعا حضراتكم توقعتوا وعرفتوا اين هيكون قرص الشمس من خلال الاضاءات اللي انا برميها في اللوحة باللون البرتقالي كده. وببدأ ارمي سحابة قوية واخدة اللون الاحمرار ده. طبعا اعد معاك الالوان اللي حضرتك هتلاقيها في السماء مرة تانية، الاصفر الجملي وده اللي هو الاصفر الغامق، وبعديه الاصفر الليموني وده الاساسي عندنا وفي منظر الغروب، والبني لان بجيب من البني مع الموف بنخلطهم مع بعض بيدون الاماكن الداكنة في السحاب زي ما حضراتكم شايفين. ومفيش مشكلة ان انا استعين بنقط سنة اسود لو انا احتجت. وعندنا اللون الفوشيا، شايف الفوشيا ده لما بخلطه على البنفسجي او الموف بيديك اللون الجميل جدا في السماء والاضاءات الحلوة دي.
طبعا شوف انا لما حطيت الفرشه في الميه كده بتبدا ايه الهدف منها الدمج. طبعا هنا بدات ادخل الابيض وافتح سن ادي سنه اضاءه في السحاب بالشكل ده. ركزوا بس على المنطقه اللي هي منطقه قرص الشمس الصفراء دي، ما جيتش جنبها خالص دلوقتي، انا بخلص في الاضاءات البعيده جدا بدرجه موف مع فوشيا او مع احمر بامبا فاتح وردي فاتح اهو، ببدا اجيب المنطقه اللي عند خط الافق بالشكل ده. ركزوا في فرشة بترمي لون والفرشة التانية بتعمل مزج للون او دمج للون. طب انا هدخل بالازرق هنا؟ لا، شوف الازرق دخلت عليه بسنة ابيض ومش هروح بيه على اللوحة كده. شوف انا بقلب الازرق اهو، رحت بيه مع البرتقال سنة، كسرته سنة اهو، وبروح افتح كده بعض، اكشف كده بعض المساحات من على اليمين في السماء هنا. المهم اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليه فنانين وفنانات، مبتدئين ومبتدئات، متابعين ومتابعات، ان لما بترمي اللون كده مش بتسيبه كده، لا بتحاول تدمجه مع الارضيه الالوان اللي انت رميتها. الازرق اهو بحاول اكسره لان انا شايف ان الازرق هنا فائع قوي، فبدات احط عليه سنه فوشيا مع حبه موف، فبدا يقلب معايا باللون الجميل اللي حضرتك شايفه ده. هترسم موج البحر زي ما قلت لكم في المقدمه بطريقه جميله جدا وسهله وكلنا نقدر نرسم بيها. الفكرة فكرة عبقرية وفكرة مبتكرة، أتمنى رب أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. الفكرة أن أنا عايز أعمل تصميم معين وطريقة محددة أقدر أرسم بها أي موجة بحر مرتفعة. طيب أنا عندي نقطتين النهاردة في رسمة اليوم، نقطتين صعبين شوية. النقطة الأولى أن اللي هي منظر الغروب نفسه ده بيبقى من الاشياء الصعبه، والنقطه الثانيه ان انا هرسم موج البحر لكن اثناء لحظه الغروب، فدي الصعوبه، لان مع موج البحر لازم هتنعكس الالوان بتاعه الغروب في الميه. فكلنا بنرسم موج البحر سهل نرسمه في النهار في الشمس، بيبان معاك بالالوان التركواز والسماء بتكون فيها بعض الغيوم، لكن لحظة الغروب الموضوع بيختلف شوية. ركز في كل حركة أنا بعملها بالفرشة وشوف أنا بدخل بالأصفر الكناري، الأصفر الكناري اللي هو الأصفر الليموني ده بيلعب دور حيوي جدا في لحظة الغروب. شوف بكشف بيه إزاي. اللي أنا بعمله ده إيه؟ ليه رميت أصفر كتير كده في الخلف فوق اللون البرتقالي؟ لأن ده هيديك ضوء خلف السحابة اللي هي بالبرتقالي وضوء أمامها، دي منطقة قرص الشمس اهو، وكمان في ضوء اللي هو انت حطيته ورا ده. اشوف بقى بدأت ادخل بالسحابة اللي هي البرتقالي تاني اهي، واجسمها كده واديها الحجم بتاعها، دي اللي هي فوق قرص الشمس وبتحجب قرص الشمس على طول، وباين من وراها جزء من اللون الاصفر اللي هو بيديك شعاع الشمس اللي هو من الخلف يعني. والبرتقالي ما بنسيبوش كده يعني فائح كده، لا بنبدا ندخل عليه بالاصفر من على حواف السحابه من اسفل. يعني بص كده في المنطقه دي اهو، شايف المنطقه دي ضفت لها اصفر اهو، وهبدا اطلع بيه لفوق كده وادمجه في جسم السحابه، تقوم السحابه تبين ليك انها منوره قوي، لان المنطقه دي في السحابه ايه معرضه بشكل مباشر للشمس يعني. بنبدأ نكسر البرتقالة كده واحدة واحدة. ركز، خلاص قربنا قربنا ننتهي من مرحلة الغروب، ودي أنا عايزك تطلع منها وحضرتك تطلعي منها من الجزئية دي باستفادة كبيرة جدا، إن منظر الغروب مش بمجرد ألوان أصفر وأحمر ولا الكلام ده، وإن هوب يلا اضرب بالفرشة يطلع منظر الغروب، لا أنا عايز عينيك تشوف ألوان جميلة جدا كتيرة بتبقى موجودة في السماء في هذه اللحظة. ركز كده، شوف باخد البني على الاصفر البرتقالي على سنة ازرق او سنة موف تبدأ تقفل بيها بالشكل ده. انا لحد دلوقتي ما احتجتش الاسود خالص اهو الحمد لله. ركز كده، رميت شوية بني كده مع شوية موف، عطلك السحابة الغامقة دي ببدأ اكشفها شوية لان الشمس ضربة فيها فبيبقى جسمها محمر شوية من اسفل اهو، وبدأت تندمج كده مع السحابة اللي هي باللون البرتقالي. يبقى انا بغمق من بمين يا شباب؟ هنا بنغمق بنجيب الدرجات الغامقه من مين؟ بالموف. شوف اللي انا رميته ده الموف اللي هو البنفسجي، ببدا ادي الظلال اللي داخل السحاب اللي حضراتكم شايفينه.
يبقى السحابة فيها أجزاء غامقة، ودي بجيبها من درجة الموف مع البني، بغمق بالموف كده، والأماكن المضيئة جدا من الأصفر الكناري مع البرتقالي وهكذا، برمي لون زي كده وجايب طبعا الفرشه اللي في ايدي دي بقى فرشه دمجه اهي، بمشي بيها على الالوان كلها وبدمجها كده وبايه بسيحها بالفرشه بالشكل ده. ركز بقى هنا اهم مرحله واهم اللي انت بتنهي بيها منظر الغروب بقى، شوف المكان ده بقى اللي هيخرج منه قرص الشمس، وهنرسم قرص الشمس بطريقه جميله جدا وطريقه عبقريه هتعجبكم ان شاء الله. بزود الاصفر قوي هنا كده وببدا اسحبه، وطبعا بدي تأثيرات الشمس في أعلى السحاب كده بالشكل ده، وببدأ أنزل باللون الأصفر تدريجيا وأسحب الأصفر اللي هو مكان قرص الشمس ده على الأجناب، كأن الشعاع بيفرش هنا كده في المكان ده. شوف بقى أنا هعمل قرص الشمس الأبيض في المنطقة دي مش بالفرشة خالص، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. أنتهي بس الأول من مرحلة الدمج، شوف الفرشة، الفرشة بتاع الدمج دي فرشة شعرها طويل وناعم ومدورة، ببدأ أخد كده بيها من كل الأجناب، بفرش الأصفر كده بيدين زي شعاع. شوف بقى هنا بقى هعمل قرص الشمس، شوف عملت إيه، على السكينة كده حبة لون أبيض شحم، وعلى مرتين، المرة الأولى بضغط على صباعي ضغطة قوية علشان وأبدأ أدمجها كده علشان تديني لون فاتح أصفر فاتح أوي أوي في المكان ده. وتعالى يا باشا نحط قرص الشمس بطريقة سهلة جدا بنفس الطريقة في المرة التانية. هجيب حبة أبيض على صباعي كده أهو، شوف روح بقى ما تدس على إيدك هنا بقى، الله الله الله. يبقى في المرة التانية شوف أنا عايزك تركز في المرحلة القوية اللي جاية دي، بعد ما حطيت قرص الشمس كده وفي المرحلة التانية ما تدسناش على إيدينا، اعمل يا باشا ملء للشاشة كده وقرب وحاول تبص بعينيك، أتحداك إنك تبص بعينيك حوالين الفرشة. شوف الفرشة بتعمل إيه؟ بتبدأ بالفرشة الناعمة الصغيرة الخمسة مللي دي، وتاخد من الأبيض ده حوالين القرص نفسه وتدمجه مع الأصفر. شايف قوة الشمس ظهرت فين؟ أهو شوف ببدأ آخد كده حوالين الشمس من الأبيض اللي هو نفسه اللي أنت حطيته بصباعك، وتفرش مع وتدمجه مع الأصفر كده. وممكن بحرف الفرشة دي كده واروح على نهاية السحابة كده، شوف شوف بوزع الضوء فين، بعمل له انتشار بينتشر كده، لان الشمس جوه، الشمس هناك ورا خالص، وكل السحاب ده قدامها. بطريقة جميلة جدا بالشكل ده قدرنا ننتهي من رسم الغروب. طيب هنبدأ في مرحلة تانية، ودي موضوع الفيديو اللي هي موجة البحر، لكن طبعا انا بوزع بالفرشة القلم دي بعض الاصفرار كده في الاضاءات كده في السحاب اللي انت كنت ايه مؤسس له قبل كده اهو، حركة بسيطة جدا وجميلة اهو زي ما حضراتكم شايفين، حبة برتقالي مع الاصفر كده، وبنزود اللون البرتقالي كده بالشكل ده بالفرشة الرفيعة، زود الأماكن اللي هي فيها الوهج أو اللون البرتقالي، وبالشكل ده نبدأ بقى نرسم موج البحر. تعالى نجيب شريط لاصق، وعلى نهاية السماء أو عند خط الأفق بالشكل ده، بص أهو بكل بساطة، وشد الشريط اللاصق ده كده علشان مساحة السماء تبقى خلاص انتهينا منها، وتعالوا نبدأ نحجز ده في المية ونرسم موج البحر ونشوف ايه الخطين وايه حكايتهم، الخطين اللي احنا رسمناهم يعني. طبعا الماء هنا اقرب ما يكون هناك عند خط الافق، اقرب ما يكون من ضوء الشمس، فاعطانا له اللون البرتقالي المشبع بتاعه قوي. بعد كده جبنا الازرق وضفنا عليه الاخضر، شوف ليه؟ عشان نجيب درجات الالوان التركواز هنا، لكن الوان غامقه. ليه؟ انت في لحظه الغروب خلاص بقى ما فيش الالوان الفاتحه اللي احنا متخيلينها يعني اهو. ده جسم للموجه القريبه، لكن اللي هي في الخلف هناك عملنا لها الارتفاع بتاعها كده، ونجيب الابيض ونبدا. شوف بقى حركه الفرشه هنا هتجسم لك وتعمل اضاءات كده في الموج البعيد، دي الامواج البعيده اهي. ركز، كل المراحل دي محتاج حضرتك وحضرتك تركزوا فيها انا بعمل ايه بالظبط، وتبقى فاهمين وماشيين معايا واحده واحده اهو كده. بدات ادي الاضاءات في الميه، وبوزع الاماكن الغامقه دي، الاماكن اللي هي اسفل الموجه، الموجه لما بتاخد الارتفاع بتاعها
بتديك هنا منطقه عتمه جدا مظلمه اهو، مظلمه من ايه بقى؟ انا لحد دلوقتي ما احتجت ما استخدمتش اللون الاسود الصريح، لكن ممكن احتاجه. بجيب الدرجات دي من ايه؟ من الازرق والاخضر. عايز اغمق ازود ازرق وازود عليه سنه اخضر، وفي الوقت نفسه انا محافظ على درجه التركواز ودرجه الشفافيه اللي في الميه اهو، بوزع كده. ركز بقى، نرجع للخطين بتوعنا. فين الخطين؟ انا شغال دلوقتي فوق الخط، فوق وتحت الخطين. قلت لك المناطق دي او حركه الفوشه دي بتديك جسم الموجه وارتفاعها اهو بالشكل ده. طب والجزء اللي انا سايبه بالابيض ده لسه، دي الدورانات بتاع الموجه لما بترتفع وتلف. وبنبدا نكشف بالابيض كده درجه التركواز هنا في تحت الموجه على طول، بعض الخطوط كده اللي بتديك اندفاع وارتفاع للموجه اهو. المرحله دي مهمه جدا، مرحله تاسيس الموجه. وعينك على الخطين اللي احنا رسمناهم، خط بيمثل اعلى الموجه وخط بيمثل انخفاض الموجه. ارتفاع الموجه الخط الاعلى ده بيمثل لك القمم بتاع الموجه وارتفاعها، وده ظهر الموجه اهو. شوف ظهر الموجه الجزء ده بنجيبه بالازرق، هنزود له سنه ازرق اهو. شوف زودت ازرق اهو، الجزء ده بياخد اضاءه زرقاء شويه لانه قريب جدا معرض لضوء الشمس اهو، وبيبدا نكشفه بالابيض كده. وبرده ده ظهر للموجه. امال فين قمم الموجه المرتفعه بقى وطرطشه الميه لفوق؟ هقول لك جايه دلوقتي، ركز. ما بين درجات التركواز كده والابيض بجيب درجه الشفافيه هنا. طبعا هنا بقى الجزء المرتفع من الموجه، الجزء الشفاف اللي معرض لقرص الشمس مباشره، بنجيبه منين؟ هو نفس درجات اللون التركواز دي لكن بضيف عليها سنه ابيض. بص بفتح اهو، الاخضر هنا بيبقى اكتر من الازرق. شوف بدا يظهر قدام حضرتك الجزء المرتفع العدل من الموجه والجزء الملفوف. وبندي بعض، بنكشف بعض الامواج البعيده هكذا، والامور هتظهر قدام حضرتك لما نشيل الشريط اللاصق. خليك معايا اهو. بدات اجيب اللون البرتقالي كده علشان برضو الجزء ده لما ارتفع كده جزء شفاف ومعرض لضوء الشمس، فيبدا ياخد الالوان البرتقالي، الالوان اللي هي الاحمرار اللي هو موجود في الوان السماء اهو. وبرضو بندمجه كده مع ايه؟ مع اللون التركوازي. وده وهنا بنقسم شكل الامواج البعيده، دي موجه، الموجه اللي هي ابعد عطانا الارتفاعات بتاعتها، وفي بعض الامواج الاماميه ليها اهو. شوف بوش الفرشه كده بالراحه خالص. انت كده عملت الصعب، السهل بقى اللي جاي، السهل اللي جاي. ركز كده، بننتهي من الامواج الخلفيه اهو. طبعا لما شلنا الشريط اللاصق ظهر لحضرتك انعكاس الالوان البرتقالي في مياه البحر هناك عند خط الافق، وزي ما قلت لك ده ظهر الموجه، الجزء ده ده ظهر الموجه معرض جدا للشمس، معرض بشكل مباشر للشمس اهو. شوف المرحله اللي جايه دي هي اسهل حاجه في اللوحه، وهي في الوقت نفسه هي اللي تظهر لك اللوحه. هنبدا بقى بضربات بالفرشه، طبعا الفرشه فيها اللون التركواز، وبناخد الابيض ونبدا نطلع بقى بقمه الموجه، ارتفاع الموجه، الطرطشه وضرب دفعه المياه اهو لاعلى. دي المنطقة اللي بتلف فيها الموجة الأعلى أهو، بترتفع فيها الموجة الأعلى وترجع تلف للأمام يعني أهو. بص ركزوا كده يا شباب مع حركة الفرشة، واللون التركواز باخده وبعمل بيه الظل اللي داخل الموجة، واللون الأبيض بعمل بيه الإضاءة. أنا بقول لك أنت كده عملت الصعب، المرحلة الصعبة كلها عدت، إحنا دلوقتي في الأسهل أهو. ده ارتفاع الموجه، بعد ما الموجه بتنزل كده وخدت اللفه بتاعتها، ده ظهر الموجه من هنا.
بزود الازرق عشان اظبط ظهر الموجه، هظبطه تاني. بص ركز كده اهو، دي واحده اتنين، وهنا في واحده كبيره ده ظهر الموجه، وهدخل عليه باللون الابيض اهو كده، بديله ايه الاضاءه بتاعته. سهل جدا اهو، شوف وشوف اتجاه الفرشه عامل ازاي، رايح فين وفين الخطين بتوعنا ظاهرين قدامك. الناس اللي مركزه في الفيديو او شايفين الخطين اللي بيمثلوا لنا الموجه دي، طبعا ده الارتفاع بتاع الموجه، بيبدا يديك هنا اندفاع اكتر بالوان مختلفه، بالوان غامقه. هنا ده المنطقه دي اسفل الموجه، فبينتج عنها امواج كتيره جدا صغيره اهو. وده جسم الموجة الأعلى. اللون الأبيض بقى هنا هيبدأ يشتغل ويظهر بشكل قوي جدا في الموجة من أعلى، أعلى منطقة فيها طرطشة مية أو ارتفاع للمية أو اندفاع للمية أهو. يبقى جسم الموجة اللي هو الجزء المرتفع من المية اللي هو بيعلو لأعلى، بيعلو نتيجة اندفاع المية الأعلى، ده اللون الابيض. وفي الوقت نفسه الفرشه فيها سن التركواز بيديك الظل داخل هذه الموجه، بتجسم بيه كده. شوف كل حركه بالفرشه هنا دي بتعمل حاجه، في حاجه بنقول حاجه اهو، احنا هنا بنقول حاجه. انا سايبكم تركزوا اهو مع الفرشه وبتفرج معاكم يعني اهو. امشي بقى يا باشا مع 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 قمه الموجه كده وارتفاعها. شوف بقى سنه التركواز برضو اللي دخلت هنا، في سن البرتقالي اهو. ليه؟ الجزء الشمال من الارتفاع ده معرض لضوء الشمس، فدخلنا كده طعمناها بحبه برتقالي بسيطه اهو. لكن الابيض هو اللي السائد يعني، هو اللي غالب. وهنا برضو في الجزء الشفاف ده المرتفع بياخد الوان الشمس، فدخلنا بالبرتقالي مع حبه ازرق، وبنبدا نضعف اللون ده شويه، ما بنسيبوش برتقالي صريح كده، بنضعفه كده اهو. لون برتقالي مع سنه اصفر بسيطه، وبندي الاضاءات بتاع الشمس في الميه هنا في المنطقه دي. لون الشمس هنا بيختلط مع لون المية، لان الجزء ده ضعيف، جزء شفاف مرتفع واضح، واضح ليك الشمس واضحة فيه قوي. لكن برضو بنكسر الالوان الحمراء دي او الالوان البرتقالي دي، ما بنسيبهاش كده. الابيض اهو، شوف الابيض بيبدأ يدخل على البرتقالي كده ويضعفه، لان انا عايز بس مجرد ضوء خفيف جاي مع من السماء من الشمس جاي على الميه. قلبنا الباليتا ونجيب الابيض، ابيض بقى شديد اهو. شوف الابيض الشديد هنا بيمثل لك ايه؟ بيمثل لك المناطق المضيئه جدا واندفاع الموجه الاعلى اهو، بكل بساطه. دي فرشه مسطحه، فرشه انجل وثلاث ارباع، بتشتغل بوش الفرشه، بحافه الفرشه، بالزاويه بتاع الفرشه من فوق. انت هنا في اهم منطقه، تظبط معاك المنطقه دي خلاص لوحه بتاعتك اصبحت لوحه فنيه جميله جدا ورائعه. لوحه القنفص اللي احنا شغالين عليها 60، ده الطول بتاعها، العرض 40، 40 في 60. شوف الازرق هنا، ده لون ازرق اهو على ابيض، وسنه اخضر عشان اجيب درجه الشفافيه القويه جدا. فين؟ هنا اكشف، هنا اكشف المنطقه دي، ويبدا اللون ده يندمج مع الالوان البرتقالي برضو اهو، ما يبقاش شاذ كده عنها، لا تنزل تدريجي كده. شوف الشروخ بقى اللي احنا بنعملها دي، او الخطوط اللي احنا بنعملها دي، بتدمج لك لون الاضاءه مع لون الميه اهو، وانت نازل كده كل ما تقرب كده تخلط اللونين مع بعض، بيبدا اللونين يختلطوا مع بعض، يبقى كده اللون البرتقالي في الميه ما بيبقاش لون منفصل، لا بيبقى الالوان كلها مندمجه مع بعضها.
اسفل الموجه بدا حبه شفافيه خفيفه، والموجه المرتفعه لما بتلف بالشكل ده كده بتديك منطقه مظلمه جدا اسفل الموجه. ده هنرسمها بطريقه سهله جدا، بس احنا قربنا اهو، ركز، ما زلنا بنرسم الاندفاعات. اندفاعات، ودي اعلى الموجه، شوف بلف بمشي كده واحده واحده براحه خالص، بانسيابيه خالص مع الموجه من فوق، وبعض الامواج الايه الناتجه عنها اهو. لكن شوف حركه ايدك وحركه الفرشه من اعلى لاسفل، من جهه اليسار، من اعلى من يعني من اليسار من اعلى كده، وانت نازل ناحيه اليمين لاسفل. ليه؟ لان هي حركه الموجه كلها نفس اتجاه الخطين اللي احنا رسمناهم في الاول. والشاطر والشاطره بقى هنا اللي يستنتجوا لينا فين الخطين اللي احنا بدانا بيهم، اللي بيرسموا بيمثلوا لي الموجه نفسها، سواء الموجه صغيره او كبيره، هم الخطين هم. لكن انت عايز الموجه تكون قريبه منين؟ من ناحيه اليسار، يبقى الخطين واسعين من ناحيه اليسار. الموجه بعيده من ناحيه اليمين، يبقى الخطين ضيقين من ناحيه اليمين. دي انت بتتحكم فيها من الاول، ودي الامواج اللي هي ناتجه عن الموجه الكبيره، امواج في المقدمه كده اهو. ركز في كل حاجه انت بتعملها، ركز، خد لون، خد قليل من الالوان على الفرشه، خطوط بسيطه اهي بنعملها. هنبدا بقى نحط المنطقه المظلمه اللي هي اسفل الموجه. انا عايز ظل قوي جدا اسفل الموجه، يظهر لي قوه الموجه دي، لان اسفل الموجه يا جماعه، اسفل الارتفاع ده، الموجه بطبيعه الحال لما ارتفعت وبتلف بتديك عتمه، بتديك ظل قوي جدا في الاسفل. لكن انا ما زلت هنا بجسم الموجه باللون التركواز مع الابيض. التركواز اللي داخل في الميه ده بيديك ايه؟ الغامق والفاتح فيها، في الجزء الشفاف او الجزء المضيء يعني اهو. هكذا اوشكنا على الانتهاء. شباب، في فيديوهات كتير بننبه وبنقول ان الالوان دي الوان اكريليك مصنعه في المنزل. هسيب لحضراتكم في شاشه النهايه الفيديو اللي بيشرح ليكم طريقه تصنيع هذه الالوان في المنزل، علشان الاستفاده تكمل والمعلومه تبقى وصلت لحضراتكم كامله، للناس اللي هي ما شافتش طريقه تجهيز الالوان الاكريليك في المنزل بنفسك. تقدر حضرتك في شاشه النهايه تضغط على الفيديو اللي هيظهر لحضرتك، وايضا لو ما اشتركتش في القناه حضرتك تشترك في القناه. شوف بقى الموجه دي البعيده دي، ظهر الموجه معرض للشمس فخد الالوان اللي هي ايه، الالوان البرتقالي اهو. شوف عند خط الافق الوان الشمس، والاصفر والبرتقالي كده ينعكس هنا بشكل قوي جدا. بص المنطقه دي الشمس هنا منعكسه في ماء البحر هنا بقوه، عطت لسعه الشمس اهي، انعكاس الشمس هو الابيض اهو، وحواليه الاصفر والبرتقالي. انت لخصت كده الوان السماء كلها في الحته دي، انعكست زي المرايه كده في المنطقه دي اهو. اوشكنا على الانتهاء، اللوحه بتاعتنا اهي، شلنا الباليتة بعيد عشان اللوحه تظهر اكتر. والفرشه القلم دي بدي بيها، دي فرشه قلم 5 مللي، بدي بيها الاماكن او اللسعات الضوء القويه جدا اهو. وشوف ايدي ورا الخط اللي انا بحطه، ايدي بتدمج، ايدي بدمج بايدي كده، بعمل دمج بالايد الشمال اهو. بص انا شغال بالايد اليمين بالفرشه وبالايد الشمال ورا الايد تحس انها بطريقه غير تلقائيه اراديه، يعني انا احط اللون بالفرشه والاقي ايدي ايه وراها، يلا ادمج. هنا بقى المرحله اللي انا بقول لك عليها، ودي انا احتجت للون الاسود بصراحه، ضفت الاسود على الالوان على اللون الازرق، وبدات اعمل العتمه هنا والظل هنا. شوف اللون هنا مشبع بالميه، علشان كده سهل جدا تفرشه بالشكل ده. فرشنا الظل اهو، دي المنطقه المظلمه اسفل الموجه اللي انا بقول لكم عليها. بعد كده بجيب الفرشه اللي انا كنت بدي بيها اندفاع الميه، وادخل على الظل كده، اظبط الاضاءه بتاعتي بقى كده اهو.
منطقة ضوء قوية جدا. يبقى كده احنا قدرنا نعمل الموجة بتاعتنا بالشكل ثلاثي الابعاد 3D مرتفعة، لفة من الخلف للامام ثم بترتد للخلف الاعلى هكذا. شباب لو حضراتكم وشباب وفتيات رجال وسيدات الجميع كل متابعي قناة دكتورات محمد عبده، قوموا بواجبكم. لو حضراتكم وصلتوا معايا للمرحلة دي ياريت ما تبخلوش علينا باللايك، اللايك بيفرق معانا كتير. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم طلعوا لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناه حضراتكم اول مره زورونا في القناه سعيدنا اشتراك حضراتكم في القناه وتفعيلكم لزر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وبفكركم بشاشه النهايه فيديو تصنيع الالوان في المنزل بنفسك، وبفكركم في التعليق المثبت في قناه جديده محتاجه دعمكم، اتمنى انكم تشوفوها وتشوفوا المحتوى المقدم من خلالها وتدعموها. واشوفكم على خير فيديو جديد، اخوكم محمد عبد من جوه مصر عربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.